شي وحدين يعني كيكون يربيو الابناء ديالهم، وهذه شي امراه عندها الطفل ديالها في 6 سنين كتربيه تعلموا الصلاه وكيحفظوا القران، والناس كيلوموها كيقولوا لها مازال صغير. هذوك الناس يعني طبع الله على قلوبهم، هذه هي المشكله ديالهم، طبع الله على قلوبهم. يعني الدري باقي صغير والبنت باقيه صغيره وما دفن شي شبابها، وتبقى عندها 16 عام و17 عام و18 عام وزال ما غطات الجسم ديالها، مازال ما كتصلي، الى متى تتعود؟ يعني كيتعود بنادم بحال ديك خيزوه اللي تعودت ما بقاش صالحه تخضر وتكلم. لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نعلمنا ابناءنا الصلاه على 7 سنين ونادبوهم عليها على 10 سنين، ماشي تضربهم ذاك الضرب، لا، غير تاديب لطيف باش يحس شويه بالخوف، وعلى ما يتطبع على الصلاه ويولفها ما باقيش يقلعها. ولذلك حتى البنيتات الصغار ديروا لهم خريقات وهما باقيين صغيورين، يعني مره قلعتها مره لبساتها ما كاين باس، لا لوم في ذلك، ولا تولف الحياه، تولف الحياه، لان الولفوا يعني قله الحياه في الصغر كيكبروا، لا شيء عظيم جدا. التربيه هي الصغر، واللي فات الصغر كيصعب يتربى، ماشي ما كيترباش، لا تربى راه تربى بيد الله، ولكن كيصعب، وهذا منهج حسن. انما يعني ما تعنفوش على الصلاه، هو عنده 6 سنين تضربوا على الصلاه ولا يسميته، لا، ايه بلطفه، توضى ما توضاش، ايه ما كاين مشكل، صلى خربق الصلاه بدا يشوف جنابه يخليوه، المهم يصلي، هذا شيء مهم جدا، تيولف ومازال يكبر باذن الله ويستقم بجهد الله تعالى. والواجب ديالنا كنكونوا درناه كاباء وامهات ديك الساعه، قدر الله، الله يستر الضلال، كتكوني انت بعدا اديتي حقك عند الله، ما غاديش يسولك يوم القيامه الابن ديالك يقول لك كنت تصلي وعمرك ما علمتيني الصلاه، لا علمتك ولدي، ولكن انت ركبك الشيطان، لا قدر الله. نطلبوا الله تعالى لاولادنا ولادكم الهدايه والثبات.